هذول معاهم، هذول معاهم اختي العشرين يعني اكيد يعني بخير. احنا في محمد السادس. قال لك عشيري يا محيا شوف الرجوله الرجوله. قال لك قال لك تسنى واحد 4 سوايع على ما تولد بنت المدير عادي دوزوك عزتينا. هو قول يا اخو محمد السادس كي داير؟ هاكا محمد السادس اسمع على امك يا ولد القحبه والله ينعس الزمن يا ولد انت. والله الا قالت لي محمد السادس قال لك تسنى واحد الساعتين على المديره تولد واحنا جالسين نشربوا ماحية في محمد السادس. انت شو السبيطار والو وخاوي هضر معاهم هضر معاهم واخا عرفتي قول لهم اش واقع هنايا. الله يلعبوا القحبات معكم كاملين انتم ولا المغرب. نقول لهم انا والله الا الله يلعبوا المغرب الشاد معايا عرفتي السبيطار طلع في المغرب. الله ينعل عليهم الوالدين الله يلا بهم الله ينعل الزمن اللي ولدهم هاد السبيطارات. والله الا السبيطارات الا بخير كي تدخل تعطي الكرسي والفرماج ودانو نص ماحية. احنا اللي قايلين ها وما عرفتي اش داروا لي قالوا لي جيب شويه الفاصمه وجيب شويه الفاصمه على ما نطهروا لك ان شاء الله تلي بخير وعلى خير. اش تقول استاذ استلف هذا السبيطار؟ انا كنقول لهم الله يعلم بول القحبات امكم وبول المغرب. انا ما مغربيش انا الشالو يهودي الله يعلبوكم وبول المغرب. انا راه هكا والمسيح تجان هانتوما ونكذب عليكم انت اروع شيري روا روا بنضرب واحد التركيله في السبيطار بيت لقى الحقيقه المره. واش عرفتي شحال من لكم شي ترى نجيبها بكم شويه واش عرفتي بيت شوف بيت شوف بيت شوف شي تويشيات والله الا الحقيقه المره. واش عرفتي والله ما كاين هاد الطنز على ولاد الشعب صح فاكي عشيري قال لك قال لك وزير الصحه الله ينعل بوك وبو التراكتور وبو الحمامه الشاد وزير اللي حكمه الله ينعل عليه الوالدين في هذا النار. يلاه روح شحال من واحد عشيري طايح في الارض حتى شي واحد ما مسكريه. ها واحد ميت الاخر تاعهم ماشي 30 واحد.